النقي. عايزين بقى ناخد الاكاسيد. اتفضل استاذ مصطفى. اكاسيد الحديد ثلاث انواع من الاكاسيد. في عندي اكسيد الحديد الثنائي واكسيد الحديد الثلاثي واكسيد الحديد المغناطيسي. لو بصينا كده في الكتابة رمز اكسيد الحديد 2 رمزه FeO، رمز اكسيد الحديد 3 Fe2O3. لو جمعناهم مع بعض 1 و2 يدينا 3، 1 و3 يدينا 4، اللي هو يسمى اكسيد الحديد المغناطيسي اللي هو الماجنتايت. هتكلم معاكم دلوقتي عن اكسيد الحديد 2 من حيث الطبيعة والتحضير والخواص. طبيعته عبارة عن مسحوق اسود ما بيدوبش في المية، وتكافؤ الحديد فيه ثنائي. هنحضره من 4 طرق. هنقول طريقتين سهلين هنحضره من اخواته اللي هم ايه؟ اكسيد الحديد 3 واكسيد الحديد المغناطيسي بالاختزال. الاختزال بالهيدروجين او الاختزال باول اكسيد الكربون. لازم اكتب على السهم من 400 ل 700. لو ما كتبتش من 400 ل 700 تعتبر الاجابه ناقصه. يبقى مع بعض كده Fe2O3 زائد H2 على السهم 400 ل 700 هيدينا يا استاذ سامي FeO زائد ميه. نفس الكلام Fe3O4 زائد طريقه اخرى زائد H2 على السهم 400 ل 700 هيدينا FeO زائد ميه، لان الهيدروجين عامل مختزل بيختزل اكسيد الحديد 3 ل 2 ويتاكسد الهيدروجين لميه. طب افرض استخدمنا بدل الهيدروجين او اكسيد الكربون، يبقى الناتج السنوي هيطلع ثاني اكسيد الكربون. طب انا ببسط للطلبه كده، يبقى انا بحضره من اخواته بالاختزال، بحضره من تسخين اكزالات الحديد 2. اكزالات الحديد 2 اللي هي COO شرطه COO اللي هي رابطه يعني FE اللي هو ملح الايه؟ لملح الحمض الاكزاليك على السهم مسخن بمعزل عن الهواء. هيدينا FeO ودي بتيجي كتير. قول له ما اثر الحراره على اوزالات الحديد 2. الطلبه بقى اللي هم ايه الشاطرين بقى يروحوا ايه حافظينها ايه بكلمه كده بسيطه جدا، المهم عشان ما يغلطش يقول لك ايه كو في، يكتبها كو في COO COO وما بينهم FE. هناخد ال FeO ويتبقى CO اللي هو عامل مختزل زائد ثاني اكسيد الكربون. هزود طريقه ثانيه اللي هو خدناها مع التحميص، هنزودها عشان بتنفعنا في التحويل، من تسخين السيدرايت. السيدرايت يا استاذ سامي اكتبه معايا FeCO3 سهم عليه حراره هيدينا اكسيد الحديد 2 زائد ثاني اكسيد الكربون. يبقى قلت طرق التحضير 4، 2 من اخواته بالاختزال وطريقتين بالتسخين، تسخين اوزالات الحديد 2 وتسخين السيدرايت. اما الخواص بتاعته، الخواص بتاعته مع الاحماض هو اكسيد بيتفاعل مع الاحماض ويعطي ملح ايه وميه، بس لازم هنا التفاعل يبقى FeO زائد H2 مشغله مع H2SO4 زي كتاب الوزاره او ممكن HCl زائد H2SO4 هيدينا ملح 2 على السهم دايل اختصار كلمه دايلوتد اللي هو مخفف، هيدينا FeSO4 زائد ميه. برضو من ضمن خواصه ان هو لما بيتاكسد هيدينا اكسيد حديد 3، ودي هنقولها في التحضير بتاعت اكسيد حديد 3. ولما بنجيب اكسيد الحديد 2 مع CO عامل مختزل او H2 على السهم اوفر 700 هيدي حديد، لان هنقول بعد شويه اي اكسيد من اكاسيد الحديد بالاختزال اوفر 700 بيدي حديد زائد ثاني اكسيد الكربون. يبقى في عجاله ثانيه يا استاذ سامي عشان الطلبه ما تتوهش مننا، ومحضر لكم ورقه برضو للتلخيص الكلام ده. اكسيد الحديد 2 قلت تحضير وخواص. التحضير قلنا طريقتين بالاختزال من اخواته اللي هو الاكاسيد اللي هي الايه اكبر منه، وطريقتين بتسخين الاوكزالات والسيدرايت. اما الخواص بتاعته بيتفاعل مع الاحماض المخففه ويعطي ملح 2 زائد ميه. في سؤال مهم جاي يا استاذ مصطفى حضرتك. السؤال بيقول من السيدرايت كيف تحصل على اكسيد الحديد 3؟ ما انت بقى ما تخش بقى حضرتك في اكسيد الحديد 3. الحته دي بنوه عليها ليه؟ تمام. لان هي موجوده في الجزء بتاع التحميص، فالطالب متعود ان التحويلات بتاعه الحديد تبدا بتيجي من اول الحديد النقي، ولذلك ينسى الجزء الايه الجزء، وينسى معادلات الفرن العالي. تمام. وينسى معادلات الايه فرن ميدريكس. فخلي بالك ده جه سؤال قبل كده في امتحان الثانويه العامه من السيدرايت اللي هو كربونات الحديد 2 كيف تحصل على اكسيد حديد 3.
كربونات الحديد 2 لما بسخنه بيديني اثناء التحميص بيديني اكسيد حديد 2 وثاني اكسيد كربون. اكسيد الحديد 2 ده حديد ثنائي دايما يحب يبقى حديد ايه ثلاثي. لان الحديد الثلاثي المستوى الفرعي 3 دي نصف ممتلئ ودايما خلص. التفاعل دايما بيحب يمشي في الاتجاه الاكثر ثباتا. فاكسيد الحديد 2 بيتحد مع اكسجين الهواء الجوي لما يكون في الاكسيد حديد ساخن يديني اكسيد حديد 3. عشان كده كل المركبات اللي في المعمل لو عندك كبريتات حديد 2 وعايز تستخدمه لازم يكون حديث التحضير، لانه لو اتركن شويه بيتاكسد الى حديد 3. وده سؤال مهم، علل. يسهل تاكسد الحديد الثنائي الى ثلاثي. ليه؟ لان الحديد الثلاثي المستوى الفرعي 3 دي نصف ممتلئ والذره في حاله استقرار والتفاعل الكيميائي يسير في الاتجاه الاكثر ثباتا. ده بالنسبه لاكسيد الحديد 2 اللي حضرتك تفضلت بيه. هناخد الاكسيد الثاني. طالما انت اديت سؤال ما لازم اديك سؤال بقى. انا طالب هسالك سؤال من السدرايت. حضرتك ايه قلت كيف تحصل على اكسيد الحديد 3؟ طب من السدرايت كيف تحصل على الحديد؟ اول ما نسمع سدرايت على طول واحنا مغمطين ايه نسخن يعني بنحمص. ادانا اكسيد حديد 2 اخد اكسيد حديد 2 مع سي او اوفر 700 هيدينا حديد على طول اعلى من 700 درجه مئويه يديني الايه الحديد. المركب اللي بعد كده اسمه اكسيد الحديد الحديد 3 اللي هو الرمز بتاع Fe2O3 اللي احنا بنسميه خام الهيماتايت. تمام. اكسيد الحديد 3 بحضره اول طريقه للتحضير بتاعه بفاعل كلوريد الحديد 3 مع اي ماده قلويه. هيدروكسيد امونيوم ماشي، هيدروكسيد صوديوم ماشي. لو انت كتبت هيدروكسيد الامونيوم امونيوم شغال، لو كتبت هيدروكسيد صوديوم ماشي. هجيب كلوريد الحديد 3 Fe Cl3 وان شاء الله هنشوفه عملي. Fe Cl3 هفعله مع هيدروكسيد الصوديوم NaOH هيدينا كلوريد صوديوم NaCl زائد ال FeOH باي 3. ال FeOH باي 3 ده عبارة عن ايه؟ راسب بني محمر. طب ما ممكن يجي لي سؤال يا استاذ مصطفى ويربط لي بقى الكلام بتاعي مع بعضه ويقول لي سؤال الاتي: من الحديد على هيدروكسيد حديد 3، ادي عندي الحديد هفعله مع الكلور هيديني كلوريد حديد 3. تمام. هاخد كلوريد الحديد 3 مع هيدروكسيد الصوديوم يديني هيدروكسيد حديد 3. انا لحد دلوقتي ما وصلتش للاكسيد بتاعي، باخد هيدروكسيد الحديد 3 اللي هو ال FeOH باي 3 واعمل له تسخين درجة حرارة أعلى من 200 درجة مئوية وأوزن المعادلة بتاعتي هيدينا Fe2O3 أكسيد حديد 3 زائد ال H2O. طب ما ممكن السؤال في الجزء ده برضه يجي لي في الامتحان سؤالين بقى. ممكن يقول لي من كلوريد الحديد 3 كيف تحصل على أكسيد حديد 3؟ يبقى أنا هكتب المعادلتين. وممكن يقول لي ما أثر الحرارة على هيدروكسيد الحديد 3؟ تمام. يبقى انا خلي بالي من المعادلات دي. ولما اجي اذاكرها الكيمياء ماده جميله وفي نفس الوقت ماده ممتعه، يعني الطالب لما بيجي يذاكر ما تذاكرش وانت متضرر، خليك يعني ايه زي ما بيقولوا سفنجه تاخد الايه المعلومات على قد ما تقدر. ومش عايزين تحويل اكتر من معادلتين. يعني التحويل ثانية ثانوي وكذلك برضو ثالثه ثانوي. كلوريد حديد 3 كيف تحصل على اكسيد حديد 3؟ هم معادلتين. تمام. وممكن يجي لي سؤال ما اثر الحراره على اكزالات الحديد 2 اللي فاتت من شويه، وممكن يقول لي على هيدروكسيد الحديد 3. دي طريقه تحضير. اتفضل يا استاذ مصطفى. طيب نكمل. اكسيد الحديد 3 استاذ سامي قال طريقه من طرق التحضير، في طرق اخرى اللي هو حضره برضو من اخواته. من اكسيد الحديد 2 هحضره بالاكسده، يبقى اكسيد الحديد 2 زائد اكسجين وهستعمل عليه حراره هيدينا اكسيد الحديد 3. لسه كاتبينها من شويه. وبحضره برضو باكسده اكسيد الحديد المغناطيسي، يبقى Fe3O4 زائد نص O2، ودي موجوده في اسئله كتاب الوزاره. في طلبه كتير يقولوا ايه ما تاثير الهواء الجوي على الاكسيد الحديد المغناطيسي؟ طبعا بيأكسده بيدينا اكسيد حديد 3 زائد، مفيش زائد يعني مفيش زائد، وزنها يدي 2 و3 ونص O2 وعلى السهم فيه حراره. رابع طريقه طبعا الاستاذ سامي اللي قالها اللي هو من كلوريد حديد 3. اما الخواص بتاعته طالما اكسيد من الكبريتات كمان يا استاذ مصطفى. ده دي مهمه جدا. من الكبريتات الحديد 2 FeSO4 قدامها 2 طبعا عشان الوزن، سهم عليه حراره شديده
تسخين شديد احمرار لحد درجه الاحمرار. يدينا اكسيد حديد 3 2 ادى 3 زائد SO2 زائد SO3 دول غازين حمضيين تمام اكاسيد اللي في الزاد اكاسيد اكسيد. ودي ليها تفسير طبعا مش هنتطرق للتفسير عشان خاطر مش موجود في كتاب الوزاره، لكن طبعا ايه عشان الطالب ما يتوهش. يبقى كبريتات الحديد 2 بتدينا بالحراره اكسيد حديد 3 زائد SO2 و SO3 ودي بتيجي مهمه جدا ما اثر الحراره على كبريتات الحديد 2. يبقى حضرنا اكسيد الحديد 3 برضو من اربع طرق، 2 من اخواته بالاكسده وطريقتين من تسخين هيدروكسيد الحديد 3 ومن تسخين كبريتات الحديد 2 ومهمه جدا. بينما الخواص الكيميائيه برضو بيتفاعل مع الاحماض المركزه الساخنه حمض مركز ساخن، يبقى Fe2O3 زائد H2SO4 على السهم هيت كونسنتريشن يعني مركز ساخن هيدينا ملح 3 وميه. ولو قلنا برضه يا استاذ سامي اللي هي الايه المعادله في الفرن، انا عارف ان انت عشان كده لو قلنا اكسيد حديد 3 مع سي او اوفر 700 هيدينا ايه؟ حديد. حديد هيدينا ايه؟ طب حديد. مش ممكن يا استاذ مصطفى يجي لي سؤال في الجزئيه دي ويقول لي من كبريتات الحديد 2 هما الاثنين تحت بعض اهو كيف تحصل على كبريتات حديد 3؟ تمام، اول ما نسمع كبريتات حديد 2 بنعمل ايه؟ على طول اعمل عمليه تسخين لدرجه ان اكسيد حديد ايه؟ يديني اكسيد حديد 3. تمام، اكسيد الحديد 3 لما بيتفاعل مع حمض الكبريتيك المركز الساخن هيديني كبريتات الحديد 3 كبريتات زائد الايه؟ زائد الميه، يبقى كده المعادله بتاعتي ايه؟ موزونه. خش بقى على اكسيد الحديد المغناطيسي. خلي بالي ان الهيماتايت ده اللون بتاعه الاحمر ده بيخليه يستخدم في الدهانات. يعني احمر الشفاف. اللي هو ليه حتى في المحلات بتاعت المونه يقول لك ايه؟ احمر اكسيد. ده لونه احمر بيستخدم في الايه؟ الدهانات. مسكون لونه احمر داكن وبيمشي برضه في الميه ويستخدم في الدهانات وايه؟ واحمر الروج. بعد كده عندي اكسيد الحديد المغناطيسي اللي احنا بنسميه الاكسيد الاسود، الرمز بتاعه تمام Fe3O4. حته حلوه اللي هي الاكسيد الاسود. اخلي بالي ان اكسيد الحديد المغناطيسي يا استاذ مصطفى زي ما انت قلت عباره عن خليط من اكسيد الحديد 2 مكبره اكسيد الايه؟ الاكسيد الحديد كام؟ 3. لو انا فرضا انا اعتبرتهم هجمع يبقى بتتكتب Fe3O4. الطالب يخلي باله ان اكسيد الحديد المغناطيسي اكسيد مختلط او اكسيد مركب من اكسيد حديد 2 واكسيد حديد 3. اتفضل يا استاذ مصطفى. بالنسبه لاكسيد الحديد المغناطيسي زي ما مشينا برضو الطبيعه التحضير الخواص، الطبيعه قلنا انا عباره عن مسحوق برضو لونه اسود ولو خواص مغناطيسيه ويسمى بالماجناتايت، وايضا زي ما استاذ سامي قال ويسمى بالاكسيد الاسود. ان اكسيد الحديد 2 ده مسحوق لونه اسود، لكن لما يجي لي في الامتحان يقول لي اكسيد الحديد الاسود يقصد بيه الاكسيد الحديد المغناطيسي. التحضير حضرناه من الحديده الكبيره من عشان نكتبها اللي هو مع ايه؟ مع اكسجين هواء جوي مسخن لدرجه الاحمرار ومع بخار الماء عند 500، ونحضره من معادله يا ريت تكتبها يا استاذ سامي من اكسيد الحديد 3 Fe2O3 زائد CO على السهم 230 ل 300 هيدينا اكسيد الحديد المغناطيسي زائد CO2. يبقى عندي تعليق كده بسيط كده، لو جبنا اكسيد الحديد 3 مع CO ولو خلينا على السهم 400 700 هيدينا اكسيد الحديد 2 اكسيد الحديد 2 على طول. طب لو خلينا على السهم اوفر 700 يديني حديد بس. لو خلينا على السهم ايه 230 ايه؟ اذا شرط الاختزال ما نكتبش حراره، لازم الحراره نحددها، لكن الاكسده بنعمل ايه؟ مثلث سهم وخلاص. بينما في الخواص بتاعته المعادله اللي هي بتيجي علل اكسيد الحديد المغناطيسي اكسيد مركب من اكسيدين بنقول لانه يتفاعل مع الاحماض واعطي ملح 2 و3 وميه. اتفضل يا استاذ سامي اكتبها لهم. الجزء ده يا استاذ مصطفى الطلبه بتيجي تغلط فيه. تمام. لما تيجي تقول له علل ليه اكسيد الحديد المغناطيسي اكسيد مركب او اكسيد مختلط يقول لك لانه خليط من اكسيد حديد 2 واكسيد حديد 3. طب انت ايش عرفك؟ ده احنا لما فعلناه مع الحمض ادينا ملح 2 وملح، ومن كده عرفنا ان هو خليط من ايه؟ من اكسيد. يبقى انا الاجابه بتاعتي لانه يتفاعل مع الاحماض المركزه مكونا املاح الحديد 2 واملاح الحديد 3. لازم طبعا قال اي علل فيها معادله لازم المعادله. يبقى انا عندي Fe3O4 هفعله مع حمض الكبريتيك المركز H2SO4، الحمض يكون مركز ساخن هيدينا Fe SO4 زائد Fe2SO4
باي 3 زائد الاتش 2 او عشان اوزن المعادله. لازم احط عصام مركز ليه؟ نعم لازم على السهم طبعا حضرتك. ايه مركز ساخن؟ مركز ساخن موجود على السهم مركز ساخن. هيتفاعل مع حمض الكبريتيك هيديني كبريتات حديد 2 وكبريتات حديد 3 و2 مول من الايه من الماء. لان موضوع الايه الخواص يا استاذ سامي دون كان في طالب من الطلبه الشاطرين قوي كان جالي سؤال كده واخد بالك من الطلبه الشاطرين قال له كيف تميز عمليا من اكسيد حديد 2 واكسيد حديد مغناطيسي؟ لازم نحط الاثنين حاجه واحده، بنحط لهم حمض الهيدروكلوريك المخفف او الكبريتيك المخفف بيتفاعل مع الاثنين ومش هيتفاعل مع المغناطيسي، ولذلك شرط التفاعل اهم من التفاعل. طب انا ليا مزاج يا استاذ سامي كده في الورقه اللي انت محضرها لنا دي بالمفاجاه، عايزين ناخد علاقه الاكاسيد ببعضها علاقه اكسده واختزال، وانا هكلم حضرتك وبص اللون الاحمر عباره عن ايه بس واللون... الطالب يركز معانا عشان ايه هنبدا نتحرك في المنظومه دي. على فكره دراسه الحديد عن طريق المنظومه بتسهل للطالب وبيخليه يبقى عنده خبرات عاليه شويه. فدايما يهتم بالجزئيه دي. اتفضل يا استاذ مصطفى. اكسيد الحديد 2 عندك هو حضرتك رسمه اكسيد الحديد 2 انا باخد علاقه الاكسيد ببعضها بيتحضر من اخواته بالايه؟ بالاختزال. بالاختزال اللي هو السهم اللي لونه عند حضرتك الأحمر ايه؟ الاحمر. الاحمر بالاختزال 400 700. طب خانه اكسيد حديد 3 بيتحضر من اخواته بالايه؟ بالاكسده. بالاكسده. طب اكسيد الحديد المغناطيسي بقى بيتحضر من اكسيد حديد 3 بس. السهم اللي نازل تحت عند حضرتك اللي هو بتاع 230 ل 300. شوف الحديد اللي موجوده تحت دوت الاساس بقى. طب مدخل الحديد لاكسيد حديد 3 هو. انا هدي السؤال يا استاذ سامي. من الحديد كيف تحصل على اكسيد الحديد 3؟ ماشي، يبقى انا عندي الحديد هسخنه لدرجه الاحمرار في الهواء الجوي او يغمس في الماء يديني اكسيد حديد مغناطيسي. خلينا في معادله واحده بخار. ماشي كده، يا اما بخار يا اما اكسيد الهواء الساخن. مع الاكسجين يديني اكسيد حديد مغناطيسي. ماشي. اكسيد الحديد يديني اكسيد حديد 3 يعني معادلتين. يديني معادلتين. طيب اذا الحديد لا يعطي من اكاسيد الحديد الا الاكسيد الحديد المغناطيسي. طب من الحديد عايز اكسيد حديد 3. من الحديد اكسيد حديد 3 تاني؟ لا، يبقى اكسيد حديد 2. اكسيد حديد 2. يبقى انا عندي الحديد اعمل له اكسده يديني اكسيد حديد مغناطيسي. اكسيد حديد مغناطيسي اعمل له اختزال يديني اكسيد الحديد 2. والسؤال بقى اللي هو المشهور، من الحديد كيف تحصل على اكاسيد الحديد 3؟ يبقى المنظومه، انا عايز اقول ان الحديد ما بيديش ايه غير مغناطيسي. يبقى لو عايز مغناطيسي معادله واحده. طيب دي كانت اكاسيد الحديد 3 وعلاقتهم اكسده واختزال. في طالب يا استاذ مصطفى سالني سؤال قال لي قبل كده، يعني قال لي اكسيد الحديد المغناطيسي ده هو بيبص للرمز Fe3O4 ازاي اعمل له اكسده ويديني Fe2O3؟ يعني هو متخيل ان في حاجه قلت. اخلي بالي ان انا عندي اكسيد الحديد المغناطيسي دول اكسيدين، ماشي كده، اكسيد حديد ثنائي وثلاثي. لما اجي اعمل اكسده مين اللي بيتاكسد؟ الثنائي. فيتحول كله الى ثلاثي. تمام، الله يكرمك. انت واخد بالك من الحته دي؟ كان سؤال عجبني من ايه من طالب، ان ازاي اكسيد حديد المغناطيسي هو باصص لها على الارقام Fe3O4 لما اجي اكسده الاكسجين يقل، المفروض لما اعمل اكسده الاكسجين بيزيد. قلت له لا، خلي بالك اكسيد الحديد المغناطيسي خليط من اكسيد حديد 2 واكسيد حديد 3، لما اجي اعمل اكسده اللي بيتاكسد عندي اكسيد الحديد 2 يتحول الى اكسيد حديد 3، فبدل ما كان بيبقى خليط من اكسيدين بيبقى ايه؟ اكسيد واحد بس. ده بالنسبه للايه؟ بالنسبه للعلاقه بين اكاسيد الحديد 3. اتفضل.